هيدا الرصيف 16 اللي تابع لمرفق بيروت، وهذا شريان الحيوي تبع مرفق بيروت، وفي اكبر رفعات اللي بتسمى الاس اس اللي بتنقل بضائع او الحاويات من البواخر على البر والعكس. في 70 متر من الرصيف من اصل كيلومتر مهدد بالانهيار، صار في فتخ كبير ومخصوف الرصيف اكثر من 7-8 سنتي. مثل ما شايفين ذاك الفتخ كيف صاير، في محلات ببين البحر صار هون تقريبا اكثر من 4 سنتي صار نازل الرصيف.